السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تفسير رؤية صعود الجبل للفتاة العزباء قد يعني أنها ترغب في تحقيق هدف كبير أو تخطي عقبة كبيرة في حياتها الشخصية والمهنية، وقد يكون هذا الحلم دليل على قوتها وإصرارها على تحقيق أهدافها بأي ثمن، مما يعني أنها سوف تواجه بعض التحديات في الحياة ولكنها سوف تتغلب عليها وتصل إلى المكان الذي ترغب فيه. ومن الجدير بالذكر أن مشاهدة الحالمة في المنام أنها على سفح جبل، فيؤول إلى تفكيرها الدائم في المستقبل، إما بالخوف من الحصول على شيء ما، أو من السقوط والإصابة بمكروه. وفي حالة أن شاهدت الفتاة أنها تتسلق الجبل بدون خوف، فيعني أنها سوف تحصل على ما تحلم به وتتمناه. وإن رأت الحالمة أنها تتسلق الجبل ولكن تواجه الكثير من الصعوبات، فيرمز إلى أنها ستعاني من المشاكل ولكن ستمر بإذن الله. كما أن رؤية الفتاة أنها تتسلق الجبل وغير قادرة على استكماله، يعني أنها تتصف بالبخل وفقد الحنان والقسوة بداخلها. وقد يكون مشاهدة الحالمة أنها تتسلق الجبل ولكن يصعب عليها ذلك، يشير إلى أنها ستتزوج من شخص لا تحبه وليس لديها أي مشاعر تجاهه. وصعود الجبل للفتاة العزباء يشير إلى أنها ستحظى ببلوغ الأمان وكافة الطموحات التي تأمل في تحقيقها، كما أن صعود شيء كبير كالجبل في المنام يؤول إلى الحظ السعيد في حياتها، وقد يكون زواج من شخص جيد في الوقت القريب. أما إن كانت الحالمة تصعد الجبل وهي مسرورة وتجد سهولة بذلك، فيؤول إلى صلاح الحال إما بالترقي في العمل أو التفوق في دراستها.